سميرة وكرة اليد. ليه كرة اليد اشمعنى؟ انا كل اخواتي الاكبر مني بيلعبوا، البنات بيلعبوا كرة يد، فوانا صغيرة كنت بدخل معاهم الملعب كده، اللي هو امسك الكورة احذفها اعمل اي حاجة، لحد ما حسيت ان هي كرة اليد اللعبة اللي انا عايزة اكمل فيها، يعني لعبة حبيتها جدا، ومن ساعتها انا بلعب كرة يد. الكلام ده وانا عندي 4 سنين يا من بدري بلعب، كده. بلعب كرة يد. طيب انت عندك كام سنة عندي بتدرسي ولا لأ؟ 18 سنة، بدرس، انا رايحة تانية جامعة دلوقتي، كلية كمبيوتر ساينس. ازاي بتوفقي بين الدراسة والرياضة، ولا صعب الدراسة كمان يعني طبعا هو في الاول كان صعب بنهاية جدا، شوية؟ بس هو بالتعود بتيجي، بس يعني انا بعرف اوفق الحمد لله. طبعا هم اهلي بيتعبوا معايا جامد جدا، يوصلوني التمرين اللي كان دروس للكلية، كل ده اهلي بيتعبوا فيه جامد معايا، بس الحمد لله يعني بعرف بتحتاج اوفق. نظام حياة صارم، يعني متعودة على انك عندك تمرينات وعندك مذاكرة وعندك دايت، يعني ايوه بتبقي فعلا، متعودة على يعني حاجات انا من كتير الصبح تانية. لازم ابقى عارفه هعمل ايه في يومي كله عشان اعرف ان انا الحق كل حاجه، ما ينفعش اللي هو ابقى في حته وفجاه يجي في دماغي انا عايز اروح حته تانية، لازم ابقى منظمه كل كله حاجه من بلاند، الصبح. كله مخطط، ما ينفعش العشوائية ما ينفعش اللي خالص. بنعيش فيها. طب كلمينا عن البطولة ودورة الألعاب الإفريقية دي، الدورة رقم كام اللي بتشاركي فيها؟ هي بطولة دي رقم رابع كام؟ بطولة دولية أشارك فيها مع منتخب مصر، لعبنا 2 بحر متوسط، ولعبنا بطولة أفريقيا السنة اللي فاتت كأس أفريقيا، وخدنا أول الحمد لله، ودي أهلتنا لكأس العالم. البطولة دي بالنسبة لنا كانت زي تدريب لكأس العالم، احنا سافرين كأس العالم كمان أسبوع في بولندا، فالبطولة دي كانت بالنسبة لنا تمرين ومنافسة علشان كأس العالم، ما كانتش هي الهدف الأساسي بالنسبة لنا، كانت بالنسبة لنا يعني تأهيل مش أكتر، بس انتوا ليكوا الحمد بقى لله. تارجت اعلى، يعني احنا الهدف طموحنا الكبير. أعلى من البطولة ديت، بس الحمد لله يعني قدرنا ناخد فيها برضو الميدالية الذهبية يعني، ونرفع علم مصر. طب والفرق الصغير في الوقت، اسبوع ده تلحقه؟ لا هو عادي، احنا في الهاندبول الفرق الصغير دوت متعودين عليه بين الماتشات، حاجة عادية. عادي. اسبوع نلحق نتمرن فيه اساسا، نعمل ريكفري وكل حاجة ان شاء الله، يعني ان ان شاء شاء الله الله. نتمنى لك كل التوفيق في بولندا. في بولندا، بولندا. طيب هالة وائل وذهبية المصارعة، ليه مصارعة يا هالة؟ حب في اللعب. حب في اللعبة، حبيتيها ازاي المصارعة؟ بتحبي اللي كنا بنشوفه في التلفزيون ده ولا ايه؟ لا هي مش زي اللي في التلفزيون خالص مش طبعا، زيها صح؟ لا انا دايما طبعا. اقول كده، حاسة ان في حاجة غلط. طب احكي لنا عنها، احكي لنا عن اللعبة دي وحبيتيها ازاي؟ هي المصارعة دي لعبة فنيات كلها حركات، ازاي اوقع اللي قدامي واخد الاتنين بونت او واخد الكتف، بس طبعا بالحركات او الفنيات دي بتعتمد طبعا على القوة، بس الحركات اكتر من الفنيات اكتر من القوة. هي بتلعبيها من المصارعة بالك قد ايه المصارعة؟ من 11 سنة، من وانا عندي 11 سنة، يعني من بقالي بدري ست كده سنين حبيتي ايه اللي خلاكي تحبيها؟ عندك حد في العيلة بيلعبها زي لا يعني لا لا. يعني من نفسك كده حبيتي المصارعة لوحدك؟ واحدة صاحبتي كانت بتلعب مصارعة، رحت معاها اتفرج على اللعبة وكده، جربت اتمرنت فيها وبقيت كويسة وكده، ودخلت أول بطولة جمهورية، عملت فيها تاني جمهورية، كان بقالي 3 شهور بس بتمرن، عملت فيها تاني جمهورية، وبعد كده 5 سنين أول جمهورية، ولعبت أفريقيا المؤهلة، عملت أول في أفريقيا مؤهلة وأحسن لعبة في أفريقيا، ولعبت بعدها بطولة عالم بس ما حصلش نصيب يعني، ما كملتش فيها. ودورة الألعاب الأفريقية دي أول دورة الألعاب الأفريقية وأحسن لعبة. طيب هايل، انت طموحك ايه للي جاي؟ ميدالية أولمبية بإذن الله. بإذن الله احنا لما نتخانق في اي حتة هنندهلك على طول.